الحضارة العراقية وآثارها التي أذهلت العالم بأسره على مر عصور وصولا إلى يومنا هذا أنارت الطريق بما تحمله من قوانين وحكم بليغة في مخطوطات استحقت أن تكون ضمن تراث العراق في العتبة العباسية. مركزنا مركز ترميم المخطوطات في العتبة العباسية المقدسة. ينقسم هذا المركز إلى 4 أقسام رئيسية، تبدأ بقسم البيولوجي، ثانيا قسم الكيمياوي، ثالثا قسم الترميم، ورابعا قسم الأعمال الفنية والزخرفة. طبعا يتم ترميم وصيانة الوثائق والكتب على حد سواء في مركزنا، وإن شاء الله نطمح لأعمال قادمة وجديدة. صيانة وفحص المخطوطات وإعادتها إلى حلتها الأصلية واحدة من مهام هذا القسم الذي حظي باهتمام واسع في الشارع الكربلائي باستخدامهم للأجهزة والمعدات الحديثة لضمان عدم تعرضها للتلف. المرحلة الأولى من مركز ترميم المخطوطات وصيانتها يشمل المختبر البيولوجي. يشمل عمل المختبر البيولوجي على فحص الشامل للأوراق من حيث الفطريات، الإصابات الفطرية والحشرية، وكذلك تحديد ألياف الورق إذا كانت ألياف قصيرة أو طويلة. وإذا كانت المخطوطات مصابة فيتم تعقيمها بجهاز التعقيم لمدة 72 ساعة. هذا مختصر عن المختبر البيولوجي. أما بالنسبة للمختبر الكيميائي فيشمل عمل الفحص الشامل للأحبار الكتابة من حيث الألوان والتذهيب، وكذلك فحص الحامضية بواسطة جهاز البي اتش ميتر. يتم تحديد نسبة الحموضة إذا كانت قاعدية أو حامضية، وإذا كانت الأوراق المخطوطة حموضتها عالية فيتم معالجتها بواسطة المادة المحضرة بالمختبر الكيميائي. وكذلك بالنسبة لتحضير بعض المواد اللازمة في ترميم المخطوطات التي تشمل تيلوزة بأنواعها والمحاليل الكحولية المخففة والمركزة، وكذلك تحضير بعض المواد الملونة الأيزو الصمغية المحضرة بطريقة النونونية. عجينة الورق التي كان لها الدور في إصلاح ما مضى عليه من الزمن مع إضافة الورق الياباني الذي يعد عاملا مهما في هذه العملية، وتميز بصناعة زغرفة على أغلفة الكتب المنتهية. في قسم الترميم يتم ترميم المخطوطات المتضررة نتيجة عوامل التلف بطريقتين، الطريقة الأولى باستخدام عجينة الورق، والطريقة الثانية باستخدام الورق الياباني، حيث يتم إصلاح الأجزاء المتضررة من المخطوط. إضافة تتم خياطة المخطوط وتربيم الأغلفة المتضررة. هكذا يتم الحفاظ على المخطوطات الأثرية في العتبة العباسية المقدسة لتكون رمزا للحضارة العراقية وديمومة قوتها. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهمين، كربلاء.